بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صاحب الفخامة أصحاب المعالي أصحاب السماحة إنني لفخور بأنني قد شرفت باللقاء معكم وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية وأن أقف أمام صدام بغداد بغداد هارون ومامون ولا يهمني مثل ما يهمني أنه وال لبغداد بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي بغداد السلام والإسلام بغداد الظفر والنصر بغداد العز والمجد بغداد الشرف والعلا فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم إني لمن معشر نفنا أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت حينما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام ولقد رأينا من الطرف الثاني المكابرة والمعاندة ظنا منهم بأننا ننادي إلى الصلح والسلام لأجل الضعف لأجل النقص لأجل القصور ولكنهم لا يعرفون نحن لسنا من أهل القصور بل نحن من حينما كان جدنه العراق إلى الصلح كان جدنا مقتديا بسنة نبيه متمثلا بأوامر ربه لكنهم حينما عاندوا فلينبغي أن يكون شعارنا وليجدوا فيكم غلظة فاعلموا أن الله مع المتقين وأنا أقول وقد قلته مرات وكرات وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسولي وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالدة وأحب شعراءهم فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق حيث يقول سفهنا عن بني سهل وكل القوم إخوان أسل الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرها الشر وأمسى وهو عريان مشينا يقول صدام
مشينا مشية الليل غضاب الليل غضبان بضرب فيه توهين وتخطيء وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا يرضيك إحسان. الآن هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الصيف، هل ينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم؟ وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله البهدة الذين قلت فيهم ما قلت، فنكبوا أنهم درع العادي وملكت يميني، فبارث صدقوا فيهم ذنوني، فبارث لا يملون المنايا إذا دارت رها الحرب الزموني، ولا يرعون أكناف الهوينا، تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوقعون منهم خيرا؟ فأنا أقول ومن على هذا المنبر، قد هان الوقت بأن يرفع صدام في جده راية جده رسول الله، بل يمضي برب الكعبة، نحن وراءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد، وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا، أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة الأملاء، أملاء الصهيونية، أملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي، وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، لأننا لم نسمع عنك، ونحن في بلادنا باكستان، ونحن في أقصى العالم، لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون، فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناظر. هل أيقن تماما إن نصر الله العاد، إن بغداد لا تتلطخ بدمائها، وإن ابن الألقمي قد دفناه تحت السرير، لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن العلقمي وأعوانه، إن شاء الله يبرز من العراق رجال النهار، والذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين، إلا الطاهر،
الا العبادله فمن يكون هاشيته الفاضل كيف لا يكون افضل. انا اهنئك وانا عائدك نيابه عن القاده الامه الاسلاميه القاده، هؤلاء هم القاده الحقيقيون. انا اهنئك واقول لك تقدم، فان امك حينما سمتك قداما لم تسمك عبثا، كان الله يعرف بانك تصدم الباطل فتصمت امامه. اسمك رمز للصمود ورمز للصدار، نهل براءك. ولا يظنن عراقي مسلم لأنه في هذا القفاء بعد. نحن بقلوبنا بأرواحنا بأبيتنا ضعيف تماما، لا يعفينا خبر عن هذه البلاد. يقلق مزاجعكم إلا ويقلق مزاجعنا، لا ننام طوال الليالي طوال الليالي ظنا وبخلا بكرامة العراق واهلها. ان شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها عالية وبالقرآن ترتفع وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واقول في اخر كلامي أن القوم جربوك، وتستطيع أن تقول فلو سالت تراث الحي قلنا على أن قد تلبن في زماني لخبرها ذبو وحساب قومي وأعدائي، فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح، تحيي شعب العراق وقائد العراق، تحيي البسالة والصمود، تحيي البطولة والنضال. هكذا يرى